إن من أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة أن يعرف العبد ربه. إن من أكبر الوحشة ومن أسبابها والضيق والكمد والغيظ والحزن الذي يعتري بعض الناس في هذه الحياة سببها أنهم لا يعرفون الله. فوالله لو عرف العبد ربه والله ليطمئن ويعيش في أنس. كيف أعرف ربي؟ بالنظر في كونه والنظر في كتابه وفي سنة رسوله، أعيش مع العلم حتى أزداد معرفة بربي، فمن كان معه رب والله لن يضيع.